طب بالنسبة للمثال ده مثلا، هل اعمل ايه لو انا مديري مش مقدرني، طيب وانا حاسة ان انا عندي خلاص وصلت لحالة الاحتراق النفسي ده تيجوا الذاتي نشوف ايه اللي بيحصل، اعرف منين انا عندي احتراق، وبعدين ياريت. نقول ازاي ناخد بالنا بقى من نتصرف ازاي مع الموضوع ده. اعرف ازاي بقى ان انا عندي احتراق؟ في ناس بتلخبط ما بين الاحتراق وما بين الكسل. اوكي، فاول حاجه عارفين الاغنيه اللي احنا كلنا حسينا لقينا نفسنا فيها، اللي هو انا مش عارفني، انا تهت مني، انا مش انا. دي اول علامه على الاحتراق، اني بحس انه انا مش انا، في تنميل كده، انا حاسس ان انا عايش حياه دي مش حياتي. ده مش انا. دي اول علامه. تاني علامه نقص الحافز. انا في الاول كنت متحمس جدا، طبعا حماس رهيب، ايوه هكسر الدنيا، عارفه انا الحماس بتاع الاول ده بتاع البدايات، حلوه البدايات، حلوه البدايات، فجاه الحماس يقوم نازل مختفي. فقد الشغف، انه انا كنت شغوف قوي برضو، قريبه قوي من الحماس، انا شغوفه تجاه ان انا اعمل بروجكت والمجله واخليها بقى تطلع وتحقق، وبعدين الشغف بقيت عادي. يعني هتلاقي حد يقول لك انا كاني بعمل حاجه روتينيه دايره وبتلف وخلاص. بالظبط، وده الفرق على فكره ما بين الشخص اللي عنده احتراق وما بين الكسلان، ان الشخص الكسول ده عنده صفه الكسل، فهو مش انترست، يعني ما عندوش اهتمام قوي ان هو يبقى شغوف تجاه حاجه، مش عايز يحط المجهود، مش عايز يعمل، فبيبان الفرق هنا. من العلامات برضو التوتر والتغيير السريع في المود، العصبيه السريعه، اللي هو انا بتعصب بسهوله ومش قادره افهم انا بتعصب ليه، اي كلمه بتضايقني فيرسز انا زمان كنت عامل ازاي، ده دليل على الاحتراق. وده برضو فرق كبير ما بينه وما بين الكسل، لان الشخص الكسول هو اصلا مبسوط بكسل، هو عاجبه كده، ما بيبقاش متوتر. طيب واخر حاجه، معلش بعتذر قطعت حضرتك عشان دي اللي هتبروف كلامك يا رضوى بالظبط، هو عدم الاهتمام بالنفس.